اهلا ومرحبا بحضرتكم. استاذه خيال بتسال انها سمعت ان احنا عند ربنا ماضي. هو علم الله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو العليم العلام سبحانه. علم الله علم شامل محيط، ملوش علاقه بالزمان، لان ربنا هو خالق الزمان والمكان، وكل ما في الكون ده سابق في علم الله تعالى. الله لا يجري عليه زمان ولا مكان، الله خالق الزمان والمكان، فكل ده في علم الله الشامل المحيط. المخلوق ليس كالخالق، وأنا ما أجي أفهم الله العليم الله المحيط بكل شيء بفهمه بأنه الله المخلوق غير الخالق جل جلاله الله. بالنسبة لي أنك عليك أيام أنت ما صمتيهاش، هل في رمضان لعذر الحيض أو لأي عذر؟ هل إن أنا لازم فور انتهاء رمضان القيام بالقضاء؟ لا يشترط التتابع. أولا أنك أنت بعد رمضان عندك تقدري تقضي وعلى الساعة، وما بيشترطش التتابع في قضاء أيام رمضان. مش لازم، إن أنا بيكون ده على حسب الطاقة، مش هصومهم وراء بعض، ومش لازم على طول وراء رمضان. ستين عائشة كانت تقضي ما فاتها أداء في شهر رمضان في شعبان قبل أن يدخل رمضان المقبل. إحنا بنفهم إنه هنا القضاء على الساعة، لكن الإنسان ممكن تاخدي بقى اثنين وخميس، تاخديها على فترات على حسب الطاقة بتاعتك صاحبة السؤال. الدعاء اللي يقوله، أولا يقول يقرأ سورة الشرح، ويقول وهو داخل اللجنة الطالب اللي عنده امتحان يقرأ سورة الشرح وهو داخل: ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء اللي علمه لنا القرآن الكريم. أنا فتحت ورقة الامتحان وبدأت أجاوب، إذا وقفت معايا شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم دي سر الله المكنون، سر الله المكنون، بسم الله الرحمن الرحيم بحضور قلب عشان المدد يأتي للإنسان، وأقول بسم الله الفتاح، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، بسم الله الفتاح، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، أصلي على سيدنا رسول الله، وإن شاء الله ربنا يفتح وييسر، ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقرأ هذه كذلك اللي بقى يتذكره.